استرعت اهتمام عبد الكريم الناسي وهو يمر بزنقة ابن زيدون أناقة امرأة يبدو أنها خرجت من منزل غير بعيد. جلابتها الحمراء المواشاة بالأبيض تنسجم تماما مع حذائها الأبيض ذي الكعب العالي. على رأسها وشاح به أشكال تتداخل يغلب على ألوانها الأحمر. لاحظ عبد الكريم أن تلك المرأة التي جعلته يتوقف ليتابع خطواتها كانت تضع على عينيها نظارات شمسية تغطي جزءا كبيرا من وجهها. لم تتح له فرصة التدقيق في ملامحها. ما لفت انتباهه أنها بأناقتها تلك توقفت عند صندوق القمامة وأطلت فيه. استغرقت بضع دقائق وهي تنظر ما فيه، كما يفعل أولئك الذين يتخذون من البحث في صناديق القمامة مورد عيش. ظهر ذاك السابع من ماي من العام 2000 لم تكن الحركة كثيفة في شارع ابن زيدون. عجب عبد الكريم لما قامت به تلك المرأة. لم يرى من قبل امرأة بكل ذلك الكبرياء تقف لتنظر في صندوق القمامة. ظل مكانه يراقبها. بعد أن لم تجد ما تبحث عنه، كذلك ظن، رآها تواصل السير. ولما بلغت ملحق المحكمة الإدارية استوقفت سيارة أجرة، ركبتها واختفت. كان تصرفا غريبا أربك الرجل الأربعيني الذي لا يخفي ضعفه أمام الحسنوات. تحرك من مكانه، ولكن صورة تلك المرأة وهي تنظر في صندوق القمامة استفزت فضوله. خطى بضع خطوات ثم توقف، هرش أم رأسه بسبابته، ثم انقلب متوجها نحو الصندوق الذي توقفت عنده المرأة ذات الجلابة الحمراء. لما بلغه توقف ونظر ذات اليمين وذات الشمال، ولما أيقن أن لا أحد يراقب ما سيقوم به تقدم من الصندوق وألقى بنظرة إلى ما في داخله. لم يكن هناك ما يلفت الانتباه. ثم بدت له حافظة أوراق. نظر من حوله. على الرصيف المقابل رجل وامرأة منهمكان في حديث لا يسمعه، ولكن الإشارات التي تصدر عن الرجل توحي بأنه ذو أهمية. أنزل يده في الصندوق حتى لامس حافته بإبطه. أمسك بحافظة الأوراق، وحتى لا يثير إليه الانتباه دسها في جيب معطفه وواصل حتى بلغ ملتقى الطرق. في محطة الحافلات بضعة أشخاص ينتظرون. يود لو يستطيع أن يخرج حافظة الأوراق ليكتشف ما تحتويه. يتساءل كيف أن تلك المرأة لم ترها وقد كانت ظاهرة لم تغمرها أكياس النفايات. وفجأة ومضى في ذهنه تساؤل آخر مختلف، ولما لا تكون تلك المرأة هي التي ألقت بها هناك؟ توقف بضع دقائق عند ملتقى الطرق ثم عاد ليسلك شارع ابن زيدون. قرر ألا يخرج الحافظة حتى يدخل بيته في حي أيتسقاط. يعمل عبد الكريم الناسي نادلا في مطعم أحد الفنادق، وكان لا يعمل في العادة إلا في المساء. يغادر الفندق في ساعة متأخرة، ينام حتى العاشرة وأحيانا الثانية عشرة زوالا. كان معروفا بأناقته التي اكتسبها فيما يبدو من طبيعة عمله. كان يحرص على أن يكون شعره موضبا توضيبا دقيقا، وأن تكون ملابسه نظيفة وحذاؤه لماعا. يتقاسم المنزل الذي يسكنه مع أمه التي لم تفلح في إقناعه بالزواج، وشقيقة له ترملت ولها طفل وحيد سمته عبد الكريم كخاله، وإن كانت تفضل أن تناديه كريم. ألقى بالسلام وصعد السلم إلى غرفته في الطابق الأول. سمع الباب يغلق والمفتاح يدور في القفل. لم يكن في الأمر ما يثير أدنى انتباه أو استغراب. أخرج من جيبه حافظة الأوراق، فتحها، لم يكن بها أوراق نقدية. ثم من إحدى ثناياها ظهر جزء من بطاقة تعريف وطنية. أخرجها، بها صورة رجل لم ينتبه إلى الاسم.
وضع البطاقة على مائدة تتوسط الغرفة، ثم أخرج بطاقة انخراط في صندوق الضمان الاجتماعي وبطاقة بنكية، ووراء جزء شفاف من أحد جيوب حافظة الأوراق ظهرت صورة امرأة تبدو في منتصف العمر، على ذقنها وشم دقيق، تبدو مندهشة. لما أيقن أن الحافظة لم تكن تحتوي على أي شيء آخر، تناول بطاقة التعريف الوطنية، دقق النظر في الصورة، لم تكن تعني له شيئا، لا يظن أنه رأى ذلك الرجل من قبل. اسمه محمد أزلماط، عنوان السكن المكتوب في البطاقة بولمان. ظل عبد الكريم ينظر إلى تلك الوثائق، يحدث نفسه بأنها قد تكون سرقت من صاحبها، وأنه ربما بحاجة إليها لقضاء أغراض له، يعلم أن تجديد تلك الوثائق يتطلب جهدا. عصر ذلك اليوم سلم ما عثر عليه في مركز للشرطة كان في طريقه ومضى إلى عمله. يحس الرجل في قرارة نفسه بأنه قام بعمل نبيل. كان يتصور أن محمد أزلماط الذي لا يعرفه سيحضر إلى مركز الشرطة وسيتسلم وثائقه. بعد 5 أيام جاء من الكوميسارية من يطلب منه الحضور لأمر هام. لم يتأخر في الاستجابة، ومضى قبيل الظهر إلى مركز الشرطة. انتظر قليلا ثم نودي عليه وأدخل مكتبا كان به ضابط شاب يجلس وراء مكتب. اجلس، قال الضابط. جلس عبد الكريم وهو ينظر إليه. هل تعلم لما استدعيناك؟ لا يا سيدي. هل تعرف محمد أزلماط؟ إذ ذاك تذكر الاسم الذي كان مكتوبا على بطاقة التعريف الوطنية. لا يا سيدي، أنا لا أعرفه، ولكنه فيما أظن الاسم المكتوب في بطاقة تعريف وطنية كانت في حافظة أوراق عثرت عليها وسلمتها يوم الخميس الماضي لمركز الشرطة. وأين عثرت على تلك الوثائق؟ بدا له محرجا ذلك السؤال. في شارع ابن زيدون. شارع ابن زيدون؟ سأله الضابط وهو ينظر في أوراق كانت أمامه. نعم سيدي. أين بالضبط؟ على الرصيف مثلا؟ يا له من سؤال محرج، قال لنفسه. استغرق في التفكير بضع ثوان، وسرعان ما تفطن إلى أن كل تأخر في الرد قد يكون في غير صالحه، قرر أن يقول كل شيء. عثرت على حافظة الأوراق في صندوق القمامة. نعم، عثرت عليها في صندوق القمامة في شارع ابن زيدون. نظر إليه الضابط باستغراب، منظره الأنيق لا يدفع إلى الاعتقاد بأنه ممن يفتشون صناديق القمامة، ثم أضاف: ما مهنتك؟ نادل في مطعم فندق. وما الذي قادك إلى صندوق القمامة؟ أرى أن هذا الصندوق الذي تتحدث عنه بعيد عن محل سكناك. نعم سيدي. قل لي ما الذي قادك إليه؟ هم بابتسامة ولكنه وأدها في شفتيه لما رأى في نظرات الضابط صرامة. في الحقيقة ما قادني إلى ذلك الصندوق أنني صادفت في طريقي امرأة حسناء ذات أناقة. سكت قليلا فباغته الضابط: ثم ماذا؟ ألم ترى امرأة من قبل؟ ما لفت انتباهي يا سيدي أنني رأيت تلك المرأة بكل شموخها تتوقف عند صندوق القمامة ذاك. ظلت لدقائق واقفة بمحاذاته، أثارت فضولي بتصرفها ذاك، ولما مضت قصدت ذلك الصندوق لأستكشف ما الذي استوقفها فيه، وكذلك اكتشفت حافظة الأوراق التي سلمتها مساء ذلك اليوم هنا في مركز الشرطة. نظر إليه الضابط مطولا دون أن يضيف شيئا، حسبه سيأذن له بالانصراف، ولكنه سؤال آخر: هل سبق لك أن رأيت تلك المرأة؟ كانت جميلة وأنيقة، أنا سألتك إن كنت رأيتها من قبل. لا لا يا سيدي، ولكنني أظن أنها أتت من مكان غير بعيد. قل لي. نعم سيدي. هل تستطيع التعرف عليها إذا ما قابلتها مرة أخرى؟ نعم أظن ذلك. بإمكانك أن تنصرف.
ود لو يسأل الضابط عن السبب في استدعائه وسؤاله كل تلك الأسئلة. ثم وهو ينهض من مكانه سأل: هل عثرتم على صاحب الأوراق؟ نظر إليه الضابط، خيل إليه أنه سينهره، ثم قال له: لا، لم نعثر عليه. لم يكن عبد الكريم الناسي يعلم، وأن له أن يعلم، أنه لما غادر الكوميسارية صار شخصا تتابع حركاته. ما قدمه لم يكن به الكثير مما يوصل إلى تلك المرأة التي قال إنها فاجأته بتوقفها أمام صندوق القمامة في شارع ابن زيدون. كان مريبا بالنسبة للشرطة أن يمضي شخص مثله ليطل في الصندوق ويستخرج حافظة أوراق محمد أزلماط. روايته عن تلك المرأة الأنيقة لم تكن لتقنع. في كل الحالات فإن مناطق ظل كثيرة تحف ظروف العثور على تلك الوثائق. ما يبدو مؤكدا أن عبد الكريم لم يعلم أن محمد أزلماط اكتشف قبل أيام في الفاتح من مايو من العام 2000 جثة هامدة في سيارته بأطراف حي بن سودة. قال تقرير الطب الشرعي إن الوفاة نتجت عن طعنة بأداة حادة في جهة القلب. لم يسجل ما يفيد بأن الضحية قاوم قاتله، وقد أوحى ذلك إلى المحققين بأنه كان برفقة من يأنس إليهم ولا يخشى منهم غدرا. من قتله استولى على حافظة أوراقه، ولم يتسنى التعرف على هويته إلا من خلال بصماته. في مرمدة السيارة بضعة أعقاب سجائر، من بينها أعقاب عليها أحمر شفاه. لا مجال للشك في أن أزلماط كان برفقة امرأة. ذلك ما أعطى بعض الأهمية لما أدلى به عبد الكريم بشأن تلك المرأة التي قال إنه يظن أنها أتت من نفس حي أيتسقاطو. لم يكن عبد الكريم يعلم أن ما أوصل الشرطة إليه بصماته التي اكتشفت على بطاقة التعريف الوطنية للقتيل. على مدى 10 أيام لم تثمر مراقبته ما يمكن من إقامة رابط بينه وجريمة قتل ذلك الرجل. في الآن نفسه يبقى عبد الكريم الناسي الشخص الوحيد الذي رأى تلك المرأة، وقد قال إنه يستطيع التعرف عليها إن هو رآها ثانية. تم استدعاؤه من جديد إلى مركز الشرطة. الضابط الذي استقبله في المرة السابقة بدا أقل صرامة، مهد له بالحديث عن أهمية ما قام به حين سلم الشرطة تلك الوثائق التي انتشلها من صندوق القمامة في شارع ابن زيدون، ثم أخبره بأن صاحب تلك الوثائق عثر عليه مقتولا في سيارته في الفاتح من مايو بأطراف حي بن سودة، وأنه يتعين عليه التعاون مع رجال الشرطة للوصول إلى تلك المرأة التي شدت انتباهه ذاك 7 مايو، واستغرب وقوفها عند صندوق القمامة. لما غادر مركز الشرطة أحس عبد الكريم النادل الأنيق أن ما سيقوم به عمل نبيل. كان الضابط قد سلمه رقما هاتفيا للاتصال به إذا ما صادف تلك المرأة. منذ إذن صار مفتح العينين، بل إنه صار في أوقات فراغه يكثر من التحرك بين شوارع وأزقة حي أيتسقاطو، عساه يصادف تلك التي جذبته بأناقتها وأثارت استغرابه بوقوفها عند صندوق القمامة. وها هي في نظره الآن متهمة بإزهاق روح إنسان. حين يشرد به خياله ويجمح غروره يخيل إليه أنه مكلف بالإمساك بها. جولاته تلك عبر أزقة الحي لم تكن لتمر دون إثارة الانتباه. كثيرون هم الذين تساءلوا عن السر وراء جولاته اليومية تلك. عصر الفاتح من يونيو من العام 2000 كان عبد الكريم يمر من شارع سان لوي لما رأى عند موقف الحافلات 3 نسوة نزلن لتوهن من حافلة. إحداهن كانت ترتدي جلابة حمراء كتلك التي كانت ترتديها تلك المرأة التي صادفها في شارع ابن زيدون. أسرعن الخطى ودخلن شارع جعفر بن عطية، ثم ابتلعتهن زنقة متفرعة عنه. لم يدركهن، ولم يكن موقنا بأن تلك التي ترتدي جلابة حمراء هي المرأة نفسها التي يجري البحث عنها.
ظن أن عليه بعد الآن أن يركز جولاته على تلك المنطقة، وكذلك فعل. نسوة كثيرات التقاهن في أزقة حي إيتسقاطو، أحس بأنه لن يستطيع التعرف عليها إلا إذا كانت ترتدي الثياب نفسها. يذكر مشيتها المختالة، قد يتعرف عليها من مشيتها أو من نظرتها ولو من خلف زجاج نظارات شمسية. بعد ذلك اليوم لم يرى تلك المرأة التي يظن أنها نفسها التي رآها في شارع ابن زيدون. تردد عدة أيام على زنقة بن عطية والأزقة المتفرعة منها، لكن بلا نتيجة، وظن أنه لن يفلح في العثور عليها. في 15 من يونيو من العام 2000، في حدود 6 مساء، كان عبد الكريم الناسي يمر بالرصيف، وفجأة ظهرت له امرأة ظن أنها تلك التي يبحث عنها. اقترب منها يكاد يجزم أنها هي. أخرج من جيبه هاتفه وبحث عن الرقم الذي كان ضابط الشرطة قد أعطاه إياه. بعد ثواني جاء صوت الضابط: ألو، نعم، أنا عبد الكريم الناسي، هل تذكرني يا سيدي؟ نعم، لقد رصدت تلك المرأة، أنا الآن أراها وأنا في الرصيف. حسنا، ستأتي سيارة الشرطة إلى هناك، تقدم إليها ودل على تلك المرأة. نعم سيدي. لما أنهى المكالمة كانت تتراءى له، ثم دخلت باب الرصيف. تبعها، رآها تدخل محلا لبيع الأواني النحاسية. عاد ليرى إن كانت سيارة الشرطة قد وصلت، لم تصل بعد، يخشى أن تتفلت منها. ثم خرجت من ذلك المحل وتوغلت في المدينة. اتصل من جديد بالضابط وأبلغه بأنه يتعقبها، لعلها انتبهت إلى وجوده، ولكنها فيما يبدو لم تغير تصرفها، يقتفي أثرها ويحاول ألا يثير الانتباه. وعند منعطف اعترض سبيله رجل قوي البنية، أمسك به من ملابسه، أحس بنفسه يرتفع، ظهره يحتك بالجدار، أحس باختناق. كان الذي يمسك به ينظر إليه بعينين بهما حمرة، بوجهه لحية متناثرة. أنزله وقال له: هل تظن أننا لا نعرفك؟ صمت، الناس يمرون بهما ولا يتوقفون. كان الرجل قوي البنية يمسك به: اسمع، عد أدراجك إن كانت لا تزال لديك رغبة في الحياة، إذا ما رصدتك تتبعها ثانية فاعلم أنها ستكون نهايتك. أرسله ووقف ينظر إليه وهو يتراجع. لما تخطى باب الرصيف أخرج هاتفه واتصل بالضابط ثانية، أبلغه بالذي حدث. بالنسبة للضابط فإن الأمر يبدو متجاوزا تلك المرأة، هي عصابة. اتصل الضابط بعبد الكريم وطلب منه الحضور إلى الكوميسارية. عرض عليه صور عدة أشخاص وطلب منه أن يدقق فيها النظر وأن يضع يده على صورة الشخص الذي يظن أنه من اعترض طريقه في المدينة العتيقة. كانت على المكتب مجموعة من 15 صورة، دقق النظر فيها واحدة تلو الأخرى ثم توقف عند إحداها. أظن أنه هو، ووضع يده على صورة الشخص الذي يشبه ذاك الذي اعترض سبيله وهدده. كان الرجل واسمه رشيد الزغلالي معروفا لدى الدوائر الأمنية، وسبق له أن اعتقل وحكم في قضايا تتعلق بالسرقة وبالضرب والجرح. بعد يومين استدعي عبد الكريم من جديد إلى مركز الشرطة، وعرض عليه 6 أشخاص. كان الضابط يجلس بجانبه، وما أن رآه حتى قال إنه هو. مكن البحث الذي خضع له رشيد الزغلالي من الوصول إلى تلك المرأة. اسمها خدوج بوعجابة، تسكن حي إيتسقاطو، لا مهنة لها. وقد بينت التحريات أنها كانت عشيقة للزغلالي وشريكته في عدة جرائم. حاولت أن تنكر علاقتها بمقتل محمد أزلماط، ولما وجهت بإلقائها حافظة أوراقه في صندوق القمامة في شارع ابن زيدون نفت في البدء.
أوهمها الضابط بأن بصماتها كانت واضحة على تلك الوثائق، إذ ذاك غيرت رأيها وردت بأن الذي قتله هو رشيد الزغلالي، وأن دورها كان ينحصر في استدراج الضحية وإغوائه بلحظات متعة في مكان خلاء. كما أنكرت هي في البدء، حاول الزغلالي أن ينكر، ولكن تفتيش منزله كما سكن خدوج بوعجابة مكن من العثور على أداة حادة هي سكين طويلة بشفرة ضيقة كانت أداة الجريمة. حين بدأت الاعترافات علم الباحثون أن الرجل كان ينوي شراء شقة في فاس، وأن الجانيين بعد قتله استوليا على مبلغ 38,000 درهم.